والشاملة في هذا القطاع الحيوي. السيد المستشار الجليل رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز. تنفيذا لبرنامج الحكومة الذي حظي بثقة مجلسكم الموقر، فقد تمثلت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآتي: أولا، تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا. لقد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العين، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية. لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط. ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولا لما فيه صالح الوطن. وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية، على الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك البنك المركزي المصري، لتطويع تكنولوجيا المعلومات وصولا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم المستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة. وفي هذا الصدد قد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية، من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات وتنقية بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفرات تنعكس بالإيجاب لدعم الأسر بالرعاية والأقدر بالحماية. ثانياً، ضمان الأمن الغذائي. طبقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن ضمان الأمن الغذائي تعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعاً جديداً ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية. فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط كفاية تفوق الستة أشهر للسلع الاستراتيجية والأساسية مثل القمح. احنا فوقنا ستة أشهر في المتوسط، لكن احنا شايفين انه القمح 5 أشهر، سكر التموين وصل 14 شهر، الزيت التمويني 7.5، اللحوم المجمدة 3، اللحوم الحية 7.4، الدواجن المجمدة 9.7، المكرونة شهر، وده بيعمل متوسط 6.5، 6.5، وده يعتبر من أعلى المعدلات الأمن. وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك
بين وزارة الزراعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء. واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة من الأقماح. ومن أهم ملامح هذه الخطوات: 1. تنويع منشأ شراء القمح لتقليل مخاطر وصعوبة وعدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية، حيث يبلغ عدد المناشئ المدرجة بالهيئة السلع التموينية عدد 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المصري. التنوع في المناشئ من الروسي والأوكراني والفرنسي والأوروبي وغيرها دي كانت خطوة هامة جدا. تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع، وذلك من خلال زيادة الساعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن. التوسع في تجهيز الصوامع لاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع. التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقع. زيادة الخطوط الحديدية والتواصل الأقماح عن طريق السكك الحديدية ده تغير استراتيجي كبير استغلنا فيه القدرة الحالية لهيئة السكك الحديدية، وأيضا حفاظ على الطرق بنقل الأقماح. زيادة قدرات اسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة. استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر والاعتماد على المنتج المحلي توفيرا للعملة الصعبة من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار. ثالثا، تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية إيمانا بأهمية الدور التي تقوم به المجمعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية والبيع بأسعار مخفضة للجمهور وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية. فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، تعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة وهي الجمعية، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية. رابعاً، الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون. قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة بواقع عدد 28 موقعاً، وسيتم تعميمها تدريجياً لتغطي كافة المواقع. قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهذا تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة من خلال المنافذ التموينية. حالياً جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين وتطوير معامل القياس بالمصلحة وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين الدمغة في جميع أنحاء الجمهورية. خامساً، جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار في الأسواق. قامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات:
استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى للاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية. 2. الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر. وبهذه المناسبة بتوجه بالشكر أعضاء المجلس ورئيس لجنة الزراعة لمشاركتهم مع وزارة الزراعة ووزارة التموين في وضع سعر مميز جذاب للمزارع يستطيع المنافسة، وأيضا تستطيع شركات السكر الاستفادة منه. بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه وسعر توريد طن البنجر 2400 جنيه، دعما للمزارع المصري وتحفيزا للإنتاج المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من السكر. 3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث تم توريد 120 ألف رأس سنويا يتم حجرها، وتكون مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس من الأبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعادة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي بصفة دائمة، ليظل الرصيد دائما عند 20 ألف رأس. 4. التعاون والتنسيق مع الجهات، منها التعاون مع اتحاد الغرف التجارية شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها. تعاون مع إدارة التعيينات بالقوات المسلحة المصرية لتوفير بعض احتياجات من السلع الغذائية. المساهمة في إمداد دولة السودان ودولة فلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناء على توجيهات القيادة السياسية. توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة للتعاون في توفير السلع واللحوم باستخدام منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية. إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهل المدارس وأهل رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة. وبالفعل بدأت بعض المحافظات زي محافظة القاهرة بتحديد أماكن لهذه المعارض. هذه المعارض هتستمر بصفة سنوية مستمرة موجودة في كل المحافظات، تعاون مع اتحاد الغرف والمحافظات وزارة التنمية كبير، وهيبقى فيها دايما زي ما حضراتكم كنتوا بتشوفوا أهلا مدارس وأهلا رمضان، هتبقى معارض دائمة مستدامة في كل المحافظات. التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي، ومن أهمها زيادة الساعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية وتطوير شركات الصناعات الغذائية. سادسا، تكثيف الدور الرقابي للوزارة وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية. في إطار التنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية، ونخص منها الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويأتي على رأس كل هذه الأجهزة الرقابية مجلسكم الموقر المطلوب دعمه من أجل تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون، فقد أسفرت تلك الجهود إلى الآتي. قمنا بتحرير محاضر بإجمالي يزيد عن 406 ألف محضر عن المخالفات المرتكبة من أول عام 2024. ضبط 19 ألف طن من السلع الغذائية المتنوعة، معظمها إما مجهولة المصدر أو سلع ناتجة عن إعادة تدوير. سابعاً، مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية منها.
43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراء حركة تنقلات لبعض مديري وكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين بلغوا السن القانونية. القرار 142 لسنة 24 بتشكيل اللجنة العليا لفحص الطلبات المقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية وأصحاب الأنشطة التموينية والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. القرار 150 لسنة 24 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع الكفاءة. القرار 171 لسنة 24 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية، وهي الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض، وحظر حبسها عن التداول أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور. القرار 175 لسنة 24 بتنظيم منظومة عمل المخابس البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. التوجيه الوزاري 25 سنة 24 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظا على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم وحقوق أصحاب المخابز. التوجيه الوزاري 29 لسنة 24 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفير كافة السلع والعمل على ضبط الأسواق ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. أخيرا التوجيه الوزاري 30/15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، ختاما أود أن أؤكد لنواب الشعب تحت قبة البرلمان على عزمنا في الاستمرار في العمل الجاد والتعاون مع الجميع، ملء ثقة في تعاون مجلسكم الموقر مع الحكومة لمواجهة التحديات التي تتحقق وتحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم بما يحمله من آمال وطموحات. حفظ الله مصر عزيزة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الأعضاء، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على بيانه الذي ألقاه أمام المجلس. والآن وعملاً